ماذا يجري في البلد الحبيب والشقيق السودان؟ أحداث جديدة، بيان للدعم السريع حميتي يشكو فيه من تعاون بين الجيش المصري أو مصر وإخوان السودان كما زعم وكتب ضد قواته. هل وراء البيان الإمارات وتحريض منها؟ هل هناك صراعات الآن بين الإمارات ومصر على الخلاف من الموقف في السودان؟ هل هذا الأمر من تطورات أو رؤى في اختلاف النظر للإخوان إذا صح هذا الخبر أم لا؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. منذ أمس والحديث يدور عن بيان أصدره قوات الدعم السريع، واليوم نفس الحالة أيضا بيان يدل بدلالة واضحة أن حميتي وقوات الدعم السريع يبدو أنه موجوع من ضربات وجهت إليه أو من مواقف معينة، فأصدر بيانا الغريب أنه على غير البيانات السابقة من حيث اللغة، من حيث الطريقة، من حيث الخبث والدهاء الواضح فيه. البيان طبعا بيان طويل لكن واضح جدا أنه هو بيشكو، بيدعي أن الجيش المصري ومصر تحالفت مع إخوان السودان حسب كلامها. المهم قال في الكلام ان احنا ظلت قوات الدعم السريع اكثر تحفظا وصمتا عن ابداء رأيها علانية ازاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ اوقات سابقة للحرب الحالية، وقطع لم يكن صمتنا الا حرصا منا على خصوصية العلاقة التي تربط شعبي البلدين، لكن مصر الرسمية لم تعدل موقفها المنحاز الى المؤسسات والانظمة العسكرية عموما، وأوقعت تناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كليا لجماعة الإخوان المسلمين في السودان متمثلة في الحركة الإسلامية الإرهابية التي أشعلت الحرب الحالية في السودان، وتناصرها كل جماعات التطرف للإبقاء على السودان حاضنة مهمة للإرهاب الدولي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للاستمرار في حكم السودان، إلى آخر بقى كلامه. إني منذ تفجرت الأزمة وموقف مصر الدولي والتفاصيل، وإني يعني من قبل أمسكوا بأسرى من الجيش المصري وأطلقوهم إلى مصر، والآن أمسكوا بعض الأسرى ولم يطلقوا بعد، إلى آخر البيان. بيان طويل طبعا موجود على موقع قوات الدعم السريع بتاريخ 11 أكتوبر 2024 وشايفوا عدد كبير جدا من الناس. طيب ايه اللي حصل، ايه اللي تم؟ يعني اذا صح هذا الكلام من حميتي او قوات الدعم السريع، هل ده معناه ان في مستجدات في الامر؟ اذا صح هذا الكلام معناه ان واضح ان زيارة طبعا انا كلامي ده يعني اخذته عن عدد من الإخوة المعنيين بالأمر الشأن السوداني والشأن السياسي في السودان، لأني لست مختصا في الأمر بشكل كامل، إنما أنا مختص في الحركات الإسلامية أو أفهم في الحركات الإسلامية جيدا، لكن في جزء معين ليس عندي، ده اللي أنا بكمل به الرؤية. إن واضح جدا أني هنا الإمارات طبعا داعمة بقوة لحميتي، ومصر إلى فترة لم تكن يعني حاسمة لأمرها لكن حسمته تماما مع الجيش السوداني بقيادة البرهان. البرهان في الزيارة الأخيرة لأمريكا واضح أنه هو أخذ ضوءا أخضر أو أخذ شيئا من الدعم، وده اللي جرأ السيسي وإدارته أن هي تدخل إلى هذه الدرجة المعينة بحذر وبقدر. بيتضح هذا الموقف أيضا من موقف مصر لما نكمل الصورة شوية مع الصومال وإرسال قوات للصومال ومعاونة الصومال، وده بيتسق في السودان والصومال مع الموقف التركي اللي حدث في تقارب بين مصر وتركيا مؤخرا، لقاء أردوغان بالسيسي سواء في القاهرة أو في تركيا في اسطنبول. ده يعني مجمل التأمل من بعيد، فإني لكن طبعا إذا وده اللي فرق طبعا يعني في المرات الأخيرة، إن واضح إن اتوجع حميتي واتوجع من ورائه الذين يساندونه وهو الإمارات، وده معناه أن يعني العلاقة المصرية الإماراتية في شيء من التوتر أو سيشوبها على الأقل توتر شيء ما بينه، وهكذا السياسة.
ليست 100% أصدقاء وليست في 100% أعداء، إنما المسألة بتفترق وتختلف من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع. فهنا المسألة يعني نتأمل فيها من سياق آخر، وهو ادعاء أني والله دي الحركة الإسلامية في السودان يبقى الإخوان المسلمين أو الإخوان في الجيش. الحقيقة الجيوش لا ولاء عقديا لها، يعني خاصة الجيوش في بلادنا العربية. يعني احنا شفنا ان الجيش قام بثورة في السودان اللي هي ثورة الانقاذ اللي كان على رأسها عمر البشير ومعه الترابي اللي هو المنظر الاول، ومع ذلك لما اختلف العسكري مع المدني انتهى واصبح العسكري. والعسكر بوجه عام طبعا مع خلاف بعض العسكر بيبقى فيه هنا يعني نسم التدين او حب التدين، سواء التصوف الايجابي التصوف الشعائري اي ما كان موجود، شوف نفس وارد الذهب، شفناه في عدد من العسكريين حتى في مصر شفنا بعض الناس، لكن مع ذلك عند القرارات العسكريه والسياسيه بتبقى المساله بيتنحى عنها جانبا مثل هذه الاعتقادات. فمساله ان احنا يتهم مش دفاعا عن الجيش السوداني ولا تبرئة له ولا هجوما عليه، احنا بنتكلم في اني هو ده واضح البيان، مش كاتبه حميتي ولا كاتبه بتوع الدعم مثلا ان لغته ما توصلش لكده، ده واضح ان هو فعلا سياسيين من المستشارين السياسيين للشيخ محمد بن زايد او في الامارات طبيعي، لحميتي ضد يعني الافعال دي من باب يعني أرصة الودن للسيسي او للنظام المصري او للرئاسة المصرية او للجيش المصري، اما كان لاني تدخل الجيش المصري ولو بقدر يفرق، هيفرق اكتر لو استمر يفرق على الارض. طبعا يعني مسألة ما حدش يختلف فيها، الجيش المصري يعني مصنف عالميا من الجيوش القوية، وده شيء يسعدنا ما يزعلناش، خاصة لو كانت هذه المواقف في سبيل الحق وفي سبيل المصلحة الوطنية لمصر. والجيش دايما طول عمره من دوره في حماية الحدود وحماية مصالح مصر الدولية، وليس في الاشتباك والصراع السياسي والعسكري مع المواطن المصري. فعشان بس الناس تكون واضحة عندها، نحن أحب إلى قلوبنا كل هذه الجيوش تكون قوية قوة تضاف لرصيد أوطانها وأهلها، وليست ضد الأوطان ولا ضد الأرض ولا ضد الأهل، ولصالح الأمة وليس ضد الأمة وليس مع أعدائها، فهيفرق طبعا. نعم طيب، هل ممكن نظام الأنظمة دي زي السيسي أو غيره يتعاون مع إخوان، إذا صح حكاية أن الجيش ده الجزء منه ولا السيسي يتحالف مع إخوان السودان، يعني هل ممكن نظام يتحالف مع ضد الإخوان؟ يعني السيسي شرعيته قائمة على أنه عدو للإخوان فين في مصر، هل ممكن يبقى عنده مصلحة مع بعض الإخوان في دول أخرى؟ نعم، كل الأنظمة كده بالمناسبة، كل الأنظمة تماما. وإلا أمريكا دعمت انقلاب البنتاغون، يعني دعم الانقلاب على الرئيس مرسي وإسلامي، و يعني انقلبت عليه ودعمت عودة السلطة الإسلاميين لطالبان الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وهم إسلاميين بغض النظر، مش شرط إخوان بس، يعني على إطار الإخوان. نظام السياسة في مصر السيسي يعني بيسجن الإخوان ويشنو الإخوان وموت الإخوان، ومع ذلك بيلتقي بحماس وهم طيار إسلامي يعني وفرع من فروع الإخوان، يلتقون فكريا على الأقل. السعودية عملت الانقلاب على مصر على الإخوان في مصر والحكم المدني في مصر، ومع ذلك كانت متحالفة مع حزب الإصلاح اليمني، ثم بعد ذلك يعني بدأت تضايق عليهم، مع حماس نفس الحالة، مع كذا مع الإخوان، مع فده موجود في أدبيات السياسة والحكم والمصالح، لا تستغرب، يتعاونوا وتحالفوا مع أردوغان وتراضوا، وأردوغان محسوب على الإسلاميين، لكن الشاهد هنا اللي بيحكم الناس دي المصالح في هذه المسألة. فده ليس معناه تغير الموقف من الإخوان، وليس معناه تغير الموقف، وبرضه يبقى علاقة بن زايد مع السيسي مش معناه حرب، توتر في العلاقات ما نعرفش لحد فين ولا لحد ازاي ولا الى متى. انما طبعا الامارات كانت اكبر مكسب عملته في كل الانقلابات ده في مصر، وبالنسبة ليها مصر في الموقع الاستراتيجي والموقع السياسي والارث التاريخي حاجة مش بسيطة، ولذلك فشلوا في اليمن، فشلوا في سوريا، فشلوا في ليبيا، فشلوا في السودان، الى الان لم ينجحوا الا في مصر. فطبعا
ممكن يكون في توتر هيحصل، لكن هل هيكون ده دائم يبني على شيء؟ يعني ما اقدرش اتكهن بحاجه ما عنديش فيها علم بين، ولست من اهل هذا التخصص، انما اقدر اقول ان السياسه ليست ثابته. وارد يعني ان يبقى في صراع مع الاخوان اللي جوه مصر، يبقى فيه مع اللي براهم في تواصل في بعض النقاط معانا للمصلحه، لكن مثل هذه الاخبار لا تسوؤنا اسف يعني بخصوص السودان، بالعكس هي اخبار تسرنا، لانها تؤدي الى وقف طرف بينكل باخواننا واهلنا في السودان، وتصحيح الرؤيه الاقليميه لمصر، ولو كان ذلك ليس معناه تحسن اوضاعنا او اعضاء اهلنا في السجون في مصر من الاخوان، لكن نحن المصريين يتعودوا دائما ان احنا ما احناش قطريين منعزلين، اذا في مصلحه لاخواننا في السودان ما احب لقلوبنا، حتى لو كان ذلك على حساب مصالحنا الضيقه الشخصيه، لكن الاهم كل هذا الاقليم ان تعود مصر الى ريادتها والى استراتيجيتها الصحيحه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الكرب والضيق عن اخواننا في السودان وفي مصر وفي كل بلاد العالم، اللهم امين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.